بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد محافظه جديده، محافظه كفر الشيخ اللي هي كفر الشيخ جوفرنريت. دي طبعا محافظتي وانا طبعا بتشرف بيها. طبعا ما تنساش تدعمنا باشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من حل المحافظات والمراجعات ان شاء الله في السنين اللي جايه كمان، وعشان ان شاء الله لو انت بتستفاد يكون يوصل الفيديو لعدد كبير. اول كويشن معايا بيقول لي ايه؟ choose the correct answer. واللي the capacity of a juice can is 1 liter and 500 milliliter. then its capacity in milliliters equals not. او اللي ما فيش مشكلة، هو عاوز الكاباسيتي هنا بال 1 لتر و 500 ملي، واللي عاوز الكاباسيتي كلها عاوز الساعة كلها بالايه؟ بالملي لتر. طب انا هعملها ازاي؟ قال له والله عندي دي 500 مللتر، خلاص تفضل زي ما هي عشان دي بالملي. يبقى انا هحول مين الليتر ده؟ طب انا هحوله ازاي؟ كنت بقول له والله ال 1 لتر فيه 1000 مللتر. طب انا عندي هنا 1000 و 500، يبقى الاجابه كام؟ هتبقى 1500. هجمعهم الاثنين مع بعض، خلاص. طب انهي واحده من دولت هتبقى رقم بي؟ بعد كده بقول لي a rectangle its length is l and its width is w. بقول والله what is the perimeter؟ البريمتر equals مين؟ انا كنت واخدها قبل كده، البريمتر للريكتانجل equal length plus width all multiply 2. فانا عندي هنا ديت مش موجوده، بس موجوده عندي مين؟ ديت اللي هي 2 multiply length plus width. انا كل همي ان انا بقول والله بجمع اللينس والويتس وبعد كده اعمل لهم ملتبلاي في 2، خلاص. يعني انا لو حطيت ال2 هنا ملتبلاي 2 هنا، هي هيها لو انا قلت له 2 ملتبلاي برضه في الناحيه الثانيه، مش فارقه، هي هي. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بيقول لي 18 ديفايد باي 3 بلس 4 ماينس 2 ايكوالز نوت. اقول له عشان احل دي لازم اعملها بالستبس بالخطوات. فانا اول حاجه ادي ال18 divide by 3 plus 4 minus 2 equals. اول حاجه كنت بقول له ايه؟ انا والله عندي لو عندي multiply او عندي multiplication وديفيجن بخلصهم الاول. فانا عندي هنا في ديفيجن، خلاص اخلصها الاول دي. انا عندي هنا 18 divide by 3 equals كام؟ قال والله equals 6. بعد كده مين اللي موجود عندي؟ قال لي plus 4 minus 2. بعد كده اخلصها برضو، اخلص البلس والماينس عادي بقى مش فارقه. 6 بلس 4 قال والله ايكوالز 10، ماينس مين؟ قال لي ماينس 2. كده اقول له ايكوال 10 ماينس 2 ايكوالز مين؟ قال لي ايكوالز 8. يبقى الاجابه عندي هتكون رقم كام؟ رقم 8. نروح للكويشن اللي بعده. كده بيقول لي هنا كومبليت، يلا 4 minutes and 20 seconds equal not seconds. هقول له انا عندي دي بالسكندز، خلاص ما احولهاش لان هو عاوز الاجابه كلها بالسكندز. طب انا عندي ال 4 minutes، 4 minutes equal كام seconds بقى؟ قول له والله انا عندي ال 1 minute equal 60 seconds. انا عارف قبل كده ان ال 1 minute equal مين؟ equal 60 seconds. يبقى انا ال 4 minutes equal كام؟ فاقول له والله يبقى ال 4 minutes هعمل لها multiply في مين؟ في 60، واقول له equal. يلا احط الزيرو الاول على اليمين واقول له 6 multiply 4، قال والله 24. طب انا عندي هنا في 24 او 240 اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي بتاعت ال 4 minutes اللي هي 240. بيقول لي and يعني plus 20 سكند، يبقى 240 بلس 20 ايكوالز كام؟ هيبقى 260. بعد كده بقول انا عندي هنا 4000 ديفايد باي 4 ايكوالز مين؟ انا واخدها قبل كده والله ان انا لما يكون عندي عدد كبير زي ده وفي زيروز، قال لي بحط الزيروز الاول على اليمين. بعد كده اقول له 4 ديفايد باي 4 ايكوالز مين؟ ايكوالز 1. او يا سيدي في حاجه ثانيه اسهل لو انا مش عارف. ايه العدد اللي انا هنا اعمل له ملتبلاي باي 4 يدينا 4000، فهتبقى ال 1000. بس بعد كده هنا بقول له انا عندي مين؟ 284615 minus 106392. خلاص مفيش مشكلة، اعملها ازاي السبتراكشن ده؟ احطهم فوق بعض. فانا عندي هنا 284615 minus 106392. يعني وابدأ اعمل سبتراكشن عادي، اقول له 5 ماينس 2 قال لي ايكوالز مين؟ ايكوالز 3. بعد كده 1 ماينس 9 قال لي ما تنفعش، والبور 1 فروم 6، ال 6 دي هتكون 5 وال 1 هيكون 11، هيبقى 11 ماينس 9 ايكوالز 2. 5 ماينس 3 قال لي والله ايكوالز 2 برضه. كده 4 ماينس 6 قال لي ما ينفعش، والبور 1 فروم 8، ال 8 هتبقى 7 وال 4 قال لي هتبقى 14، يبقى عندي هنا 14 ماينس 6 قال لي ايكوالز 8. كده 7 ماينس 0 قال لي ايكوال 0 او ايكوال 7 سوري، 2 ماينس 1 ايكوالز 1. يبقى الاجابه عندي هتبقى كام؟ 1.
178,223. نروح للكويستشن اللي بعده. بعد كده السؤال بتاع مين correct ولا incorrect، صح وغلط. قول انا عندي هنا 6514 less than 1 plus 20 plus 400 plus 30,000. اول حاجة عشان اشوف دي صح ولا غلط لازم اخلي دي في الستاندرد فورم زيها، يعني اخلي ديت بالنمبرز زيها. فانا عندي هنا اكبر حاجة اللي هي مين، قال والله 30,000، يبقى انا هبدأ اعمل يونتس لحد مين، لحد ما اوصل لل 10,000، صح ولا لا؟ كان عندي هنا 30,000، يبقى هعمل يونتس لحد ما اوصل لل 30,000. يلا ال 3 دي موجودة في انهي يونت؟ قال والله موجودة في التنس بتاعت ال 1000، يبقى تاني جاي في التنس بتاعت ال 1000 اللي هي دي وحاطط 3. بعد كده ال 4 دي موجودة في انهي يونت؟ قال في ال 100، يبقى تاني جاي عند ال 100 وحاطط 4. كده ال 2 دي موجودة فين؟ قال في التنس، يبقى تاني جاي عند التنس وحاطط 2. كده ال 1 موجود فين؟ قال في ال 1. طب في يونت فاضية؟ قال له حط مكانها 0. يبقى عندي الرقم ده ولا ال 6000؟ ها 514. أول حاجة أنا عندي ده كام ديجيت؟ قال 1 2 3 4 5 وده 1 2 3 4. طالما ده الديجيتس بتاعته اكبر من ده، عددهم هنا اكبر من عددهم هنا، يبقى ده الكبير، يبقى دي فعلا صح. اللي بعدها بيقول لي to convert 50 مللتر in centimeters we multiply by 10. خلي بالك انا عندي هنا مين مللتر، عاوز احولها لمين؟ لسنتي. مين اللي كان كبير؟ انا كنت واخدتها قبل كده والله، ان انا عندي السنتي بعد كده الملي، يعني انا لو حولت من السنتي للملي بعمل ملتبلاي، انما بقى من الملي للسنتي بعمل مين؟ بعمل ديفيجن، ديفيجن باي 10، يبقى دي غلط. يبقى اقول والله وي ديفايد، وي مين ديفايد مش ملتبلاي. بعد كده بقول انا عندي هنا 2 ديسيمتر اند 6 مليمتر او 6 مليمتر ايكوال، او هنا ليس ذان 206 مليمتر. والاول حاجه لازم اخلي دي كلها بالمليمتر، فانا كان عندي اول حاجة الديسيمتر، بعد كده السنتيمتر، بعد كده المليمتر. فانا عشان احولها من الديسي للسنتي بقول له ملتبلاي 10. طب عشان احولها من السنتي للملي بقول له برضو ملتبلاي 10. طب عشان احول من الديسي للملي على طول بقول له ملتبلاي مين؟ ملتبلاي 100. فانا عندي هنا 2 ديسيم، يبقى معنى كده ان 2 ملتبلاي 100 ايكوالز مين؟ قال 200. وعندي هنا مين؟ قال 6، يبقى 200 بلس 6 ايكوالز مين؟ قال والله 206. فانا عندي هنا 206 وهنا كمان 206، يبقى المفروض الاثنين دول ايكوال، وهو هنا عامل لي ليس ذان، يبقى الاجابه دي غلط. المفروض ان هي هتكون مين؟ هتكون ايكوال. نروح للكويشن اللي بعده. هنا الكويشن بتاع مين؟ بتاع الماتش. بيقول لي نوت از ا فاكتور اوف 20، يعني والله ال 20 دهيت قلناها قبل كده برضو واتكررت كتير، عايزين الفاكتورز بتاعتها، مثلا عايز عدد من هنا يكون ضمن الفاكتورز بتاعتها. فانا اول حاجه انا عندي 20 دي ايكوالز 1 ملتبلاي 20 وايكوالز 2 ملتبلاي 10 وايكوالز 4 ملتبلاي 5. فاني واحد من ده همت، اني واحد من دول موجود هنا؟ انا عندي هنا ال 10، يبقى ديت رقم ايه؟ ال 10 موجوده هنا، وهي فعلا انا عندي ال 10 فاكتور وال 10 موجوده هنا، يبقى خلاص دي ال 10 هي مين؟ هي دي العدد اللي انا عاوزه، تمام؟ يبقى ديت رقم ايه. بعد كده بقول اذا اديت بايدنتيتي از، طبعا اللي هو مين؟ قلنا الزيرو، يبقى دي رقم بي اللي هو مين؟ اللي هو الزيرو. بعد كده بقول لي ا مالتيبل اوف 11، طبعا قلنا المالتيبل اوف 11 اللي هو مين؟ قال والله ال 11 دي عشان اجيب المالتيبل بتاعتها لازم يكون العدد متكرر، يعني مثلا ايه 11 بعد كده هيبقى 22 او 22، بعد كده 33، كده 44، كده 55، كده 66، وهكذا. فانا من هنا من دول موجود؟ قال لي والله انا عندي هنا موجود ال 55 اهي، يبقى دي رقم سي، يبقى انا كده خلصت من مين؟ من سي. كده بيقول لي والله 5 ويكس ايكوالز نوت دايز. والاول حاجه انا عندي ال 1 ويك او 5 ويكس ايكوالز نوت دايز، فانا عندي ال 1 ويك ايكوال 7 دايز، يبقى ال 5 ويكس ايكوال قد ايه؟ بقول له والله ال 5 ملتبلاي 7 ايكوالز كام؟ قال لي والله ايكوال 35، وانا عندي هنا 35، يبقى دي رقم دي، وكده خلصت من رقم دي. يبقى الاخيره دي هتكون مين؟ اكيد رقم اي. طب انا عاوز احولها مثلا، لو انا مش عارف انا عندي هنا 5 minutes، طب انا عندي ال 1 minute equals كام؟ قال والله equals 60 seconds، يبقى ال 5 equals كام؟ قال والله عشان احول من المينتس للسكند بقول له multiply 60،
يبقى 5 ملتبلاي 60 ايكوال كام؟ اللي عند الزير احطه على اليمين واقول له 5 ملتبلاي 6 ايكوال 30، يبقى الاجابه فعلا هتكون مين؟ 300. هتكون ايه؟ 300. نروح للكويشن اللي بعده. بعد كده بيقول لي ايه؟ The country اللي هي الدوله بتاعتنا يعني has provided a vaccine او vaccination against the coronavirus. بيقول لي in the first stage او في المرحله الاولى 1,653,465 people were vaccinated. يعني اقول لك يا سيدي في المرحله الاولى بتاعت كورونا فيروس احنا طعمنا كم واحد؟ اللي هو مليون او 1,653,465 واللي were vaccinated and 3,312,447 in the second stage. يعني عملنا في المرحله الثانيه الرقم ده وفي المرحله الاولى الرقم ده. واللي what is the total number of people vaccinated in both states. عاوز يعرف التوتال بتاع الناس اللي خدت اللقاح يعني او خدت الفاكسين. طب انا اعرفها منين؟ قال والله دعم هو عاوز التوتال، يبقى التوتال هجيب له العدد بتاع المرحله الاولى والعدد بتاع المرحله الثانيه واجمعهم على بعض. يبقى اقول له والله ان انا عندي هنا 1 مليون 650,000 او 53,465 بلس الرقم الثاني اللي هو 3 مليون 312,447 وابدا اعمل عمليه اديشن عادي. اقول له يلا 5 بلس 7 ايكوال مين؟ قال والله ايكوالز 12. ادي 2 اتفضل معايا 1 فوق. يلا 1 بلس مين؟ 1 بلس 6 قال ايكوال 7. 7 و 4 قال والله يدينا 11. ادي 1 اتفضل معايا 1. 1 و 4 قال يبقى 5. 5 و 4 قال يبقى 9. بعد كده 3 بلس 2 ايكوالز 5. 5 بلس 1 قال ايكوالز 6. 6 بلس 3 equals 9 كده 1 بلس 3 equals 4 يبقى التوتال طلع عندي كام؟ 4,965,000 بعد كده 912. ونكون بكده ان شاء الله خلصنا ايه المحافظه بتاعت كفر الشيخ. طبعا ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب في القناه واشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن اللي جايه ومحافظه جديده. مع السلامه.